هادشي اللي غادي نقول مهم لجي. البارح وانا مريح كنتفرج في الجلسه العموميه ديال البرلمان ونسمع وزير الداخليه كيدوي على اسواق الجمله وقال فيما يخص هاد الاسواق الجمله مقتنعين بان خصنا ندخلوا في نمط جديد اتفاق مع الجميع طبيعه الحال. طبيعه الحال كاين متداخلين اخرين في قلنا وزاره الماليه مندوبي السامي القدامى التحليل لان كنجظم ورانا واحد الاث اللي هو ما يمكنش نجيو نحيدوا. حلس شنو مندوبي السامي القدامى التحليل قدماء المحاربين علاش واي القانون اللي كنظم اسواق الجمله في المغرب خرج عام 1962 هو ماشي قانون وانما ظاهر جاي مباشره من عند الملك ديك الوقت وفي الفصل الثالث ديالو تيقول توزعوا المناصب الشاغره مناصفه بين المقاومين والقطاع الحر. كيفاش الفيلم في عام 1962 المغرب يلاه واخد الاستقلال الملك عطى هبه للناس اللي قاوموا المحتل وساهموا في استقلال البلاد والهبه كانت عباره على النص ديال المقاعد ديال لي مارشي كريو اللي في المغرب. وباش تفهمني مزيان المارشي كريو عباره واحد البلاصه كبيره فيها مربعات دايره بحال البورصه كيجيو البياعه والشرايه البياع كيحط السلعه ديالو في احد هاد الكاروات والشرايه كيبدا يتزايدوا عليها وكل كارو عليه مشرف. البياع ملي كيبيع السلعه ديالو الفلوس اللي باع بها 7% كياخذ داك المشرف وكيعطي الدوله الحق ديالو وكيشط ليه البركه. النص ديال هذوك المقاعد اللي كاين في جميع المارشي كريوات اللي في المغرب بموجب هذا الظاهر نص البلايص ديالهم ديال المقاومين. المشكل فين كاين انهم قدماء المقاومين يعني اغلبيتهم توفى الله يرحمه الكارو كيورثوه ولادو ولكن بزاف من ولاد هاد المقاومين توفوا الله يرحمهم. دابا حنا في الجيل الثالث كتلقى انسان ورث بلاصه في المارشي كريو وكيدخلو مدخول وهو ما دار عليها حتى مجهود فقط عايش على المجد ديال جدو الله يرحمه. سمعت الوزير كحل هذا المشكل قال ونظرا لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة عملت وزارة الداخلية بتشاور وبتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم إحداث وتأهيل هذه المرافق. غيتقاد هذا الشيء بقرار ما يمكنش علاش القرار هو عبارة على نص من عند الوزارة في التراتبية ديال القوانين أعلى قانون في المغرب هو الدستور كيتبعوه القوانين اللي كيخرجوا من عند البرلمان اللي ما خاصهمش يخالفوا الدستور وبالتالي القرارات والمراسيم الوزارية والحكومية ما خاصهمش يكونوا كيخالفوا القانون. هنا عندنا ظاهر اللي هو بحال قانون وعندنا هنا قرار كاين مشكل الحل والله أعلم أن هذا الظاهر خاصو يتلغى ويتعود بقانون. وهذه القضية ماشي جديدة على المشرع المغربي لأنه دارها في شحال من خطرة في ظهائر أخرى. وعلاش كنقول هذه الهضرة؟ حيت والله أعلم وحنا كاملين متفقين باللي أزمة الغلاء اللي كتضرب جيوبنا حاليا جزء مهم منها كاين في لي مارشي كريو وأنا غا كنقول والله أعلم